ضمن كافة شرائح المجتمع الكويتي، أدان وجهاء القبائل في بلاد الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع بالأمس في مسجد الإمام الصادق وراح ضحيته العديد من الشهداء من أبناء الكويت. دان عدد من وجهاء القبائل في البلاد الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالأمس بمسجد الإمام الصادق ووصفوه بالعمل الجبان وأكدوا أن الدين الإسلامي بريء من هذه الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا بالنبأ العليم الذي حدث في مسجد الإمام الصادق، وهو عمل إرهابي غير أخلاقي، وأنا شخصيا أدين هذا العمل الإرهابي على مسجد الإمام الصادق. ونحن كمواطنين بجميع فئاتنا في الكويت ندين هذا الشيء، وهذا الشيء غريب على مجتمعنا الذي حصل. نسأل الله أن يشافي المصاب منهم ويرحم الشهيد منهم. وأشكر سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي حضر أول المعزين وأول من دخل المسجد الإمام الصادق. نسأل الله إن شاء الله السلامة للمواطنين الكويت كلها. ودعا وجهاء القبائل أبناء الشعب الكويتي إلى الوقوف صفا واحدا بوجه هذه الأعمال التي يندى لها الجبين. ما حصل يا جماعة في الكويت اليوم هو يعني شيء يعني مثل ما تقول يندى لها الجبين، وهذا الوضع اللي حاصل في العالم العربي أو هذه الأمور اللي حاصلها الآن هي أعمال إرهابية، لا بعيدا عن الدين وبعيدا عن مثل ما تقول عن الإنسانية وبعيدا عن الهدف اللي هي ما أنا ماني عارف شنو هدفها، لكن الهدف الواضح إنها يعني إنها فتنة عامية وبريء من الدين وبريء من هذا السياسة وبريء من ناس مغرورة وتجهل الأمور ولا عارف وين تمشي. لكن هل يعني مثلا يعني قتل الناس يعني في المساجد وهم هذا سجد في المساجد، هل يعني مثلا يعني الهم منها مصلحة أو هل لا تتغير شيء من الموضوع؟ بالنسبة حنا الشعب الكويتي، أنا حث الشعب الكويتي كل باديته وحضره وسنته وشيعته أن يكون يدا واحدة. وأكد وجهاء القبائل استنكارهم لهذه الأعمال الإجرامية مشددين على أنها لن تنال من الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الكويتي، وأعربوا عن تعازيهم لأهالي الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن نستنكر الحادث اللي حصل، هذا حادث إجرامي لا يمت بالإسلام بصلة، ولا يمت بالإنسانية بصلة، ولا يمت بالأخلاق بصلة، ولن ينال من الوحدة الوطنية أي شيء. الوحدة الوطنية متماسكين بدو وحضر وشيعة وسنة، كنا خلاف القيادة السياسية تسمع، ولن يأثر على الوحدة الوطنية بأي شيء. وسمو الأمير حفظ الله أول من حضر بدون أي شيء، لا شك هذا دليلنا قلبه على الكويت وهل الكويت، وأن ما عنده تفرقة في جميع المجالات. وحنا كقبائل نستنكر هذا الحدث الإجرامي، وهذا لهم من عاداتنا ومن تقاليدنا، وحنا متماسكين الوحدة الوطنية في من جميع فئات الشعب، ونقف وراء القيادة السياسية بكل ما نستطيع.